توجه اليوم أكثر من 38,000 طالب وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية لمبحث تاريخ الأردن في امتحانات تكميلية التوجيهي. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة للمملكة إن الامتحانات ومنذ انطلاقها في 27 من كانون الأول صارت وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر. شكلت الوزارة غرفتي عمليات، الأولى في مركز الوزارة للإجراءات الإدارية واستقبال الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من الأهالي والمجتمع، والغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته. معنا من غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة. صباح الخير لك دكتور، أهلا بك معنا في صباح المملكة. بداية، ما هو الدور الذي تقوم به غرفة عمليات الوزارة في ضمان سير الامتحان بالشكل الصحيح؟ صباح الخير لك أخي وللسادة المشاهدين جميعا. غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم يقوم عليها موظفون من إدارات مختلفة من وزارة التربية والتعليم. هؤلاء الموظفون على دراية تامة بإجراءات عقد الامتحان وبالتعليمات الناظمة له. يتحدد دور هؤلاء الموظفون بتلقي استفسارات عبر هواتف تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة. يتلقون الاستفسارات والملحوظات، يجيبون عن الاستفسارات ويرسلون الملحوظات إلى المعنيين حسب خصوصية هذه الملحوظة ليتم التعامل معها. طيب، بما يتعلق بالاختلاف في الأدوار ما بين غرفة عمليات الوزارة وغرفة العمليات في إدارة الامتحانات، دعنا أن نوضح الفرق ما بين الغرفتين. تحدثت عن الغرفة الأولى وطبيعة عملها، دعنا نتحدث عن الغرفة الثانية وأين تكمن أهميتها أيضا. غرفة العمليات الفنية الموجودة في إدارة الامتحانات والاختبارات هي من اسمها غرفة عمليات فنية، تتلقى الملحوظات الفنية من داخل القاعات الامتحان حول سير الامتحان وحول الأسئلة الموجودة داخل الورقة الامتحانية إن كان هناك استفسارات من بعض الطلبة. ما يتعلق بالأعداد للملاحظات أو حتى الشكاوى التي تم التعامل معها لغاية الآن منذ بداية الامتحانات، هل هناك رقم دكتور، وماذا كانت تشتمل طبيعة هذه الملاحظات أو الشكاوى التي وردت للغرفة؟ أؤكد لك يا سيدي أن الملحوظات التي ترد إلى غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات الفنية الموجودة في إدارة الامتحانات والاختبارات هي في حدودها الدنيا، وهذا يدل على أن الامتحان يسير وفق ما خطط له دون أي مشاكل. طبيعة الملحوظات بالعادة التي تأتي إلى الغرف عن مثلا البطاقات أو الوثائق المطلوبة من الطالب عند الدخول إلى الامتحان، وقت زمن الامتحان وشيء من هذا القبيل، يعني ملحوظات عادية وبسيطة، لا يوجد ملحوظات يعني يمكن أن تشكل عائق دون يعني عقد الامتحان. هل هناك رقم دكتور؟ لا يوجد لدي رقم والله إلى الآن، لا يوجد لدي رقم. طيب، على ماذا تشتمل هذه الملاحظات؟ بس فقط على ما يتعلق بالبطاقات أم هناك ملاحظات أخرى؟ يعني هاي أنا أعطيتك أمثلة وعليها قس، يعني تستطيع أن تقيس عليها، لكن لا يوجد أي شكاوى أو ملحوظات كبيرة يمكن أن يتحدث عنها حقيقة. نعم، تحدثنا عن الملاحظات وحتى الشكاوى، لكن الآن دعنا أن نشير إلى موضوع المخالفات أو حتى الحرمان من الامتحان لغاية اليوم. هل هناك حرمان لأي طالب بسبب مخالفات ارتكبت، وهل هناك أرقام أيضا؟
بتعرف أخي الكريم أنه عدد المتقدمين للامتحان التكميلي يزيد على 100,000 طالب، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض المخالفات في بعض القاعات هنا وهناك، لكن بأكد لك أن المخالفات هي في الحدود المقبولة إنجاز التعبير. نعم يعني هناك مخالفات وعقوبات يعني تراوحت بين الإنذار وحرمان مبحث وحرمان دورة وحرمان دورتين. طب على ماذا تشتمل هذه المخالفات؟ حيازة مثلا هاتف خلوي، محاولة الغش، إدخال يعني أوراق تتعلق بالامتحان، إحداث شغب في قاعة الامتحان، مثل هذه الأمور يعني. طيب بعيدا عن غرفتي العمليات والملاحظات والشكاوى والحرمان، الآن إلى أين وصلت نسبة التصحيح في الامتحانات وتصحيح الأوراق ما يتعلق في الامتحان والمباحث لغاية هذه اللحظة؟ نعم، فيما يتعلق بالامتحانات التي تصحح عبر القارئ الضوئي، بدأت عمليات التصحيح منذ اليوم الأول من وصول طرود هذه المباحث إلى إدارة الامتحانات والاختبارات. بالنسبة لمبحث اللغة العربية سيجري تصحيح جزء من أسئلته في الميدان عبر مراكز التصحيح المختلفة في الشمال والوسط والجنوب اعتبارا من اليوم. طيب بسؤالي الأخير دكتور، متى من المتوقع أن يتم إعلان النتائج تقديريا؟ تقديريا في النصف الأول من شهر 2 القادم. أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم مدير إدارة الامتحانات في الوزارة الدكتور محمد كنانة.